من موسكو ينضم إلينا قسطنطين بلوخين، الباحث الأول في مركز الدراسات الأمنية بأكاديمية العلوم الروسية، وزاهر من كييف. أيضا ينضم إلينا عبر سكايب الدكتور رمضان أوراق، مدير مركز أوراس للدراسات الاستراتيجية. وأبدأ معك دكتور أوراق، هذا الهجوم الذي استهدف اليوم ربما أحد أكثر الأماكن حيوية، وأيضا فيه يعني نيل من هيبة روسيا ومن هيبة الرئيس بوتين، هل ستستطيع أوكرانيا التصدي لرد فعل غاضب متوقع من الكرملين إزاء هذا التفجير؟ شكرا على الاستضافة والشكر للضيف الكريم والمتابعين على قناتكم الموقرة. مرحبا بك. طبعا الدولة الأوكرانية وبقواتها المسلحة والأجهزة الأمنية الأوكرانية مع الحلفاء، طبعا نقول الحلفاء وهذا أمر مهم، جاهزة لأي سيناريو يقوم بإقراره وتنفيذه الرئيس بوتين. حقيقة نحن الآن في حرب حقيقة وليست عملية عسكرية خاصة كما يأتي في القاموس الروسي. هناك اختراقات للقوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة الشرقية وتحرير لأراضي إقليم خرسون، كما تعرفون تحرير مهم كان في إقليم خاركوف، والآن معارك طاحنة حول باخموت في شرقي أوكرانيا في الدونباس في إقليم دونيسك. هذه هي الإجابة على سؤالكم. الدولة الأوكرانية في لا، لكن يعني اصطدام لو سمحت لي ان اقاطعك، يعني قد يكون هنالك رد يعني مفاجئ وغير متوقع، وكان هنالك يعني تلويح بالسلاح النووي حتى في مرحلة من المراحل، يعني ألا تخشى أوكرانيا من يعني خروج الأمور عن السيطرة بهذا الهجوم الذي يوصف بأنه مهم على المستوى الاستراتيجي العسكري طبعا، لكن هو استفزازي أيضا. حقيقة ربما سيقوم الرئيس بوتين بارتجال بقصف بنى تحتية حيوية، يعني سدود أو محطات توليد الطاقة أو ربما حتى مراكز مهمة في العاصمة أو في أديسا أو في دنيبر أو في أي مدينة مهمة، لكن هذا سيكون لذلك ثمن باهظ على الأداء الروسي. ونحن نفهم بأن أوكرانيا ولو بشكل غير رسمي أصبحت جزء لا يتجزأ من المنظومة الأورو أطلسية، والحرب حقيقة هي حرب بين روسيا والغرب على الأراضي الأوكرانية. نحن ربما الكثير يحاول أن يغطي على هذا الأمر، ولكن أنا أقول الحقيقة هي حرب بين روسيا والمنظومة الأورو أطلسية. طبعا المذنب هنا هي روسيا، هي قامت بشن على أوكرانيا. نعم، طيب دكتور رمضان ابقى معنا لو سمحت، أنتقل إلى السيد بلوخين. سيد بلوخين، إذا ما سلمنا بفرضية الحادث بأنه تم عن طريق شاحنة مفخخة أتت من الجانب الروسي وذلك وفق التحقيقات الأولية الروسية، ألا يعني ذلك أن هناك اختراق ما من داخل الأجهزة الأمنية الروسية وأن هناك صراع بين الأجهزة الأمنية الروسية وبين قيادة بوتين؟ أولا شكرا جزيلا لكم على هذه الدعوة، والآن الأوضاع ليست بسيطة، لعله من الأفضل أن نسميها حرجة، لأنه على المدى القصير روسيا تعرضت للهجوم مرتين. المرة الأولى رأينا أن الهجوم في نورد ستريم والبنية التحتية الأساسية، والثاني هي على جسر القرم. وجسر القرم ليس مجرد جزء من البنية التحتية الأساسية، وإنه رمز مقدس لعودة جزيرة القرم لروسيا. وفضلا عن ذلك، فأمس كما تعرفون فإن بوتين كان عيد ميلاده أمس، وبلغ من العمر 70 عاما واحتفل بعيد ميلاده، وهذا يمكن تأويل هذا الحدث على أنه بمثابة هجوم مباشر وبسقط في وجه بوتين نفسه، وتحدي مباشر لبوتين.
والآن السؤال الرئيسي الذي يثور هو كيف عسى روسيا أن ترد على هذا الحدث؟ وكيف سترد روسيا على هذا الحدث؟ هذا خط أحمر. شبه جزيرة القرم تعرضت لأكثر من هجوم، 5 هجمات خلال الفترات الماضية، وكان هناك تحذيرات روسية بأن موسكو سترد عن طريق ضرب كييف العاصمة الأوكرانية. كيف سيكون الرد؟ ردا على طبيعة الهجوم، وهو الذي تم بشاحنة، لم يتم عبر ضربة جوية ولا حتى عبر صواريخ هرمز. نعم، هذا سؤال وجيه، لأنه في الواقع آن الأوان لتغيير الاستراتيجية العسكرية والتكتيكات العسكرية، لأنه في الوقت الحالي روسيا تعرضت لهذا الهجوم ولم تستخدم قوتها الكاملة في أوكرانيا، استخدمنا فقط 50% من قدراتنا العسكرية في أوكرانيا، ولم نستخدم القاصفات الطيارات 160 أو 95، ولم نهاجم المراكز واتخاذ القرار في كييف، ولم نهاجم المبادئ الحكومية في كييف، ولكن لدينا القدرة على أن نحقق ذلك، ولم نشن هجوما وندمر ما يسمى السلاسل الإمداد والسلاسل اللوجستية التي يستخدمها الغرب لإيصال المعونات العسكرية إلى أوكرانيا. وأنا أعتقد أن الآن قد آن الأوان لاتخاذ قرار سياسي، القرار السياسي يتخذه بوتين لكي يغير الوضع الحالي، لأن هذا تحدي مباشر لبوتين. وأنه الأمر أن هذه روسيا التاريخية وليس مناطق معينة أصبحت روسية. نعم، هذا يعني ما تردده دائما موسكو يعني في تبريرها لهذه العملية العسكرية. طبعا سيد بلوخن، سيد رمضان، في كييف ربما يعني الكثير يثار حول تردد الغرب بمنح كييف الأسلحة اللازمة لتحقيق اختراقات في منطقة الدونباس، لكن على ما يبدو هنالك تغيير في الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية ومن ورائها الغربية، ودليل على ذلك الاختراقات التي حصلت في الفترة الأخيرة للمناطق التي تم ضمها في الاستفتاء. لأي درجة يمكن التعويل على الحليف الغربي الذي رسم خطوط في الواقع مع موسكو لهذا الاشتباك من أجل تحقيق انتصارات على الأرض؟ طبعا لب الإجابة هو ما أكده بايدن عندما حذر بوتين: حذاري 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 من استعمال أو الارتجال أو التوهر تهور في استعمال السلاح التكتيكي النووي. وكذلك المسألة تأتي بالند للند، يعني في حال أن روسيا قامت بالتصعيد واستعمال السلاح لنقول النووي، ولكن تبدأ في الهجوم باستعمال قصف البنية التحتية، فإن الغرب سيقدم المساعدة المباشرة للدولة الأوكرانية، لأن إمكانيات حلف الشمال الأطلسي العسكرية والاستخباراتية أكثر بكثير يعني من إمكانيات روسيا الاتحادية في السلاح التقليدي، ولا نتكلم عن المكونة النووية. فروسيا وكذلك هناك سلاح أهم وأخطر هي العقوبات والعزلة الاقتصادية وتجميد الأصول والإمكانيات الاقتصادية لروسيا في الأسواق الدولية، وخاصة ما يرتبط بالغرب. كذلك هذه نقطة موجعة، ونقول كذلك ربما للروس لكي يفهموا بأن المنظومة الحربية الروسية والصناعية تعتمد أصلا على الشرع وعلى التكنولوجيا الغربية، هي لا تغطي كل احتياجاتها من التقنية والتكنولوجيا من الأداء الروسي في أمس الحاجة للتقنيات الغربية. إذن هذه المسألة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، والغرب أظن سيستعمل كل الوسائل من أجل تقويض وإجهاض كل المحاولات الروسية على الجبهة الاقتصادية والجبهة العسكرية الاستخباراتية. نعم دكتور.
أنتقل مجددا إلى سيد بلوخين. تعيين جنرال جديد قائدا للعملية العسكرية في أوكرانيا وهو الجنرال سوروفكين، ما الذي يعنيه ذلك؟ ما دلالته؟ هل أن هذه الحرب دخلت مرحلة جديدة وسنشهد تغييرا في الاستراتيجية العسكرية الروسية في أوكرانيا؟ نعم، لقد قلت من قبل أنه قد عام الأوان أن نغير استراتيجياتنا العسكرية وتكتيكاتنا العسكرية وتعيين مسؤول جديد، جنرال جديد يظهر ذلك بجلاء. بطبيعة الحال روسيا وتحتاج إلى نصر جديد، نصر جديد ولا سيما في أوكرانيا. ولا أظن الآن أن الولايات المتحدة أو روسيا سوف تبدأ حربا نووية بسبب أوكرانيا، لا أظن ذلك، لأن ذلك سوف يكون نهاية للمدنية للعالم. سوف نعود إلى العصر الحجري ولا أحد يريد أن يبدأ حربا عالمية ثالثة بسبب أوكرانيا. أوكرانيا لا تستحق حربا نووية، ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة تدرك أنها تعرف أنها ليست مستعدة لأنها كذبت مثلا في أثناء الحرب الباردة أثناء فترة حقبة ريغان. كلنا نذكر ما يسمى بمبادرة الدفاع الاستراتيجي وبرنامج حرب النجوم، وكان ذلك كله كذبة وكذبة وقد صدقها الاتحاد السوفيتي. ولكن أعتقد أن الآن الولايات المتحدة تريد أن تهدد روسيا، ولكني أعتقد أنه لا ينبغي روسيا أن تتوقف، بل لابد وأن تبدأ حملة عسكرية جديدة بمقدوركم أن تسموها ما شئتم، عملية خاصة أو عملية عسكرية خاصة. الحقيقة الواقعة هي أننا نقاتل الناتو، نحن نحارب الناتو على أراضي أوكرانية. أوكرانيا هي أداة لقمع روسيا، هي مكان مرتع وخيب للاضطرابات، والغرب يستخدم أوكرانيا أداة لممارسة الضغوط على روسيا. شكرا جزيلا لك سيد قسطنطين بلوخين، الباحث الأول في مركز الدراسات الأمنية بأكاديمية العلوم الروسية. وشكر أيضا للدكتور رمضان أوراغ من كييف، مدير مركز أوراس للدراسات الاستراتيجية.